لان مرحبا بكم مشاهدين قناه شوف تي في في هذه البث المباشره مباشره من مدينه اكادير. كنت واجده بالضبط بحي بن سرقاو، يعني في ضيافه اليوتيوبر سكينه. مرحبا بك سكينه معنا على قناه شوف تي في. قدمي لنا راسك، عرفي الناس على الجمهور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا الاسم ديالي سكينه بن خده، كنسكن باكادير بالضبط في حي الوفاق. العمر ديالي 25 عام. وجيت عندكم من قناه ديالي سكينه وميمتها. ومرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم. انا سكينه، قريت الحمد لله، والدي عاونوني بزاف، قريت حتى خديت لا ليسونس اجازه في شعبه الاقتصاد والتسيير، زائد ديبلوم ديال لا سكرتيري بيروتيك، ودوزت بزاف ديال الستاجات، بزاف ديال الخدامي، والاغلبيه ديال الخدامي كان الصالير هابط بزاف، لدرجه انني كنت كنشد 1500-1800 درهم. واخر خدمه كنت خدمت فواحد السوبر ماركت كبير في المغرب بلا ما نقول الاسم ديالو، وخدمت بصالير هابط 1800 زائد الاهانات والريسبونسابل كيبقاو يغوتوا علينا كيهينونا، ما كيرأفوش باننا قرينا وضربنا تماره وخدينا زعما فهمتي، تكرفصنا في الستاجات وتكرفصنا باش ناخذوا ديك لا ليسونس وناخذوا داك الدبلوم. المهم صافي، حتى حسيت خدمت تقريبا عام صافي، مرات وعييت وسميتو مرات وعييت، وبديت كنحس براسي صافي وصلت فيا العظم، مابقيتيش قادره تصبري على ديك الخدمه عند الناس، حيت هما كانوا كيغوتوا عليا وكيهينوني، ولكن انا كنخشي داكشي بقلبي وكنسكت، ما كنقدر نقول والو، كنقول مقصبره واخا 1800 درهم قليله بزاف، وكنعاون الوالد ديالي وكنعاون الوالده ديالي، راك عارف واحد كيقري وكيضربوا عليك تماره الا وباغينك توصل وباغينك تعاونهم، وباغينك راه اي والدين كيف ما بغا يكونوا كيفرحوا بالابن ديالهم ولا البنت ديالهم انها تخدم وتقرا. يعني واش انتي البنت الوحيده عند والديك؟ عندي وحده مزوجه 10 سنين هذه تبارك الله، بحالاش انا اللي عندهم بنت، انا اللي بقيت. صافي وبقيت صافي، من شافوني والديا مرتبه ديك الخدمه قالوا لي صافي، ما صافي جلست في الدار. فاش جلست بديت كنحس بالاكتئاب، بديت كنحس فهمتي، ما كنقولوا مع جائحه كورونا عاوتاني قليل، فين غتلقى خدمه فين مع جائحه كورونا. صافي والوالد والوالده اقترحوا عليا، قالوا لي خدمي شي حاجه في الدار، وما يقولوا لي اقترحوا عليا انني ندير قناه في يوتيوب، ودرتها. انا والديك هما اللي شجعوك انهم والديا هما اللي شجعوني، الله يخليهم ليا، الاب ديالي والام ديالي شجعوني باش ندير قناه في يوتيوب. القناه ديالي الاسم ديالها سكينه وميمتها، غير من العنوان غيبان لكم شنو ميمتها. كندير وصفات ديال الطبخ، ماما كتشارك معكم كلشي داكشي التقليدي، تبارك الله ماما راه حادقه الله يخليها ليا. تبارك الله كدير كلشي تقليدي، كدير الخبز ديال الزرع فوق العواد، كدير اي حاجه. المهم بزاف ديال الوصفات بزاف كطيبو على الفاخر على العواد. وشجعوني والديا وكنشكر قناه شوف تي في انها جات اليوم عندنا وكبرت بينا، كبر بهم امين. تقدر تدوزي لماما كتهضر معنا؟ هي الوالده ديالي تهضر معاك. سلام الحجه، تقدري تقدمي لنا راسك؟ هي انا نجات، هي اللي دايره القناه انا وسكينه وميمتها، وبغيتكم نتمنى منا كي داير انا ولدياك بخير ومبروك العواشر، عيدو تعاودو. نتمنى من الله وهاد القناه وهاد شوف تي في تجي عاتنا باش يعاونوا بنتي، راها قاريه وشاده الدبلومات ديالها وما خدمات، كتخدم بواحد الخدمه صائر قليل، وتجي في واحد الحاله ما نوصف لكم فيها، الاهانات والخصومه ومسكينه تكرفست بزاف وقرات وبغات ما باش دير خدمه زوينه وما لقاتهاش، ومع الجائحه ديال الكورونا ما كاينش خدامي، ما كاينش داكشي اللي كانت بغات في خاطرها ما لقاتوش، وتمحنت في نفسها بزاف، وبصنا بغات تمحنت وبغات تائب صافي، ولات مسكينه مريضه بزاف. اقترحنا لها قلنا دير هاد القناه ونطلبوا الله يعاونونا الناس، وشكرا ليهم والله يبارك. على بمناسبة العيد الأضحى اليوم تاني عيد، يعني كاش كتكون الطبلة ديالكم؟ شنو هما الحوايج اللي معروفة؟ اللحم بخر ولا وكب البرقوق واللوز ومريقة بالتخميرة، نديرو نتناقو مع شليقدة مع قضيبات مينيضة شوية ديسير، الطبلة ديال عرفت ديال المغاربة
طبلة عادية بسيطة ديال الناس اللي دراوش، يعني حنا عاد دراوش ما حناش يعني على قد الحال بحالك. كل واش كيدير كله واش كيدير في الطبلة ديالو ديال نهار الصباح، يعني كتكون واحد الأكلة ضرورية كتكون يعني ضروري نهار ضروري هذه أكلة ديال الشوا، والشوا وكل حين بالبرقوق. البرقوق ديال واش بنادم ديما ديما ثاني قد مرقة ثاني بحال كل ديما ديما راه تمرض بنادم في داك الشيء. بنادم مرة مرة يضرب مريقة بالبرقوق بالويز وكم بشحرة مرقة بالتغميرة رفقوا مع دي سير مع شلاكدا مع مينيدا وبنادم غادي بحال كثير يفرح بالعيد والأجواء ديال العيد. وحنا هنا دابا براني جيرو وهذا شوف ديبي القناة ديالها جات عندنا فرحتنا والناس اللي مشاركين معهم في القناة تكون هم يمتتهم ولو هم أحبابنا. حنا براني جين فقادر حنا من وطزم، حنا السكنة ديالنا وحبابنا في وطزم، وهاد الناس اللي مشاكين ديال معمر القناة هما حبابنا هما خوتنا هما. والله هاد العيد يكون عليهم الصحة والسلامة وطولة العمر وحياة جديدة وبالرزق. يعني هاد العام كيفاش دوزتو مقارنة مع سنوات يعني الناس مولفين كيمشيو عند العائلات ديالهم وحبابهم؟ حنا ما حنا عيدنا ما تمشيوش ما عندناش العائلات هنا، عيدنا هنا في دارنا صافي تنخرجوا. يعني واش بسبب كورونا شي ما داك الشيء ما مشيتيش عند العائله؟ ما مشيت نمشيو على البحر. عندنا انا دابا ما عندناش العائله هنا، ما كاينش عندنا العائله كاع والو. عرفتي الجيران الوقت كله داخل سوق سد عليه بابه كله داخل سوق راسو، شي من هاد الجي شي من هاد الجي كله من المنطقه، ماشي بحال مع تكون وسط الحباب والعائله. تنشويو بحال كون نهار العيد تنشويو وناكلو ونشربو ونخرجو للبحر، نمشيو نهبطو ندورو في اكادير تنعيو ونجيو في حالاتنا صافي نجيو لدويرتنا نعسو. هذا هو سكينه كيفاش يعني تهضري لنا انتي على الطبله، كيفاش كتوجدوا الطبله ديالكم نتوما هنا؟ اش كتعاوني الوالده ديالك؟ كنعاون الوالده ديالي ضروري، كنعاونها كنطيب معاها. النهار يكون مخمر يكون رغيف يكون بحال هكا. الفطور كنديروا الرغيف والمخمر، المخمر كنطيبوا عادي والرغيف كنقليهم في الزيت وكنديروا عليهم شويه العسل وجنجلان ولا الكوك صافي. ومن بعد كنديروا حنا ضروري الشوا ضروري. دابا القطبان كنشوفهم ضروري عاد كنرفقهم بشي حاجه، يا اما الراس مبخار يا اما اللحم بحال هكا مع البرقوق. المهم راك عارف المغاربه تبارك الله راه جود الكرم اي حاجه راه شي ديالك. يعطينا شي كلمه نخليو الوالد ديالي يعطيكم كلمه. بسم الله السلام عليكم ايها المشاهدين الكرام، اولادي ابناتي الاعزاء، اليوم رجعت عندنا قناة شوف تي في، راه تنرحبوا بها وشرفاتنا باش جات عندنا للدار. ها هي دابا جالسة معنا تتصور لنا في الطبيلة ديالنا، وهي جات دابا عرفتي ها هي هضرت مع سكينة، هي مولاة القناة، راه سكينة هي اللي دايرة القناة يوم ويمتى. أنا راه عرفتي غير فضولي أنا تنقول دابا عرفتي تنبقى عندي واحد الشكورة مقطعة غادية تنهتر. خاطر نعاودو من النكت، خاطر نطيب ليهم. انا بعض المرات راه تنضارب انا والمراه في الكوزينه عرفتي، هي تابعاني بحال الكابال مع الراي عرفتي. دابا عرفتي هي تقول لي في العاشق، انا نقول لها في المسكين. بعض المرات تندور فيها قاعده غاديه هربانه تتزف عليها. بعض المرات عرفتي تتشد الدوخه مع الربعه ديال العشيه ولا ما عرفتش تتحرك عليها شي تبخيره ما بين العصر والمغرب، تبدا غاديه هربه تكمل الطاجير راسي. واليوم مرحبا بهاد القناة شوف تي في، كنرحبوا بها وجات هي تتصور فينا، وهي دابا تشارك معنا في الطبيلة ديالنا. وهاد القناة ديال شوف تي في راه نشيطة وراني عيطوا لها الناس فين ما عيطوا لها، هي عرفتي دمها خفيف بحال داك الواد عندنا ديال موربي عرفتي، حتى تدوز تجري في البلاصة عرفتي في البلاصة عيط ليها جي فين ما كان شي زردة شي عرس الله يكثر خير عرفتي. راهم دراري ضريفين هما جالسين معنا، وقلت لك عاد الضحك هما من الشوفه ديالهم عرفتي. ما تقوليش يا ودي يكونوا ويكونوا اساتذه ولا يكونوا موحد، علاش ما يكونوش وزاره قدامينا يا كاع عرفتي. هاد الاذاعه غير شوفوا في هاد الشباب ديال اكادير عرفتي وشجعهم تبارك الله، راه مازال يصبروا لهم عرفتي من نازا من القمر تما فين طالعوا حنا نديروا شي. هضر لينا على بنتك يعني فاش يلا جات عندك ديال القناة في اليوتيوب كيفاش كانت ردة فعل ديالك؟ واش تقبلتي الفكرة ديالها يعني؟ دابا سيدي ملي جات عندي انا هاد البنت هي قرات عرفتي، رانا متبعها انا بالدراسة من تحضيري حتى شدت ليسونس ديالها. دابا خدمت الدار دوزت الامتحانات والو مجازة ديبلوم عرفتي،
ملي هذا قالت لي با راه بغا ندير شي حاجه انت عرفتي بلي انا غنشجعك اللي طلبتيها من عندي نديرها لك. نهضت اسيدي قالت لي تشفت هذه القناه دابا قلت لي انا غادي نشجعك نشري لك كاع الدوزه اللي تخصك من بي سي من بورتابل من الكاميرا من انا عرفتي غنبقى معاك الا الموت قال من نفرق انا وياك الا الموت. انا دابا تنشجع فيها ودابا عرفتي هي دابا جات عندنا تهد القناه ديال شوف تي في حتى هي تتشجع فيها ودابا حنا تنشجعوا فيها نطلبوا من الله يوفق لي القناه ديالها حتى هي راه هي مجازه وبغات تخدم ولكن والو مسكينه عرفتي هي باغا حتى هي الطوموبيل وباغا تعيش وباغا هذا ولكن انا والو صابتني عسكر عرفتي مقشر يلاه دابا تندفعها الماء ها الضوء عرفتي ولا وحنا دابا عاوناها والكمال على الله دابا عرفتي وغادي نعاود لكم دابا عرفتي وليداتي واحد النكته هذه عرفتي راه كاينين قد الميكرو واحد شوي دابا على ملي جات عندي هاد القناه ديال شوف تي في غنعاود لهم واحد النكته هادو كاينين دابا عرفتي ربعه المارك ديال العيالات كاينه بنت الدجاجه وكاينه بنت المشه وكاينه بنت البقره وكاينه بنت البغله دابا عرفتي بنت المشه تتصيب يا درويش المشه شوف انا شتي غتقولي هادي ما تنقطها دجاجه على بيضه مقنته وزياقي ولكن لمسيتي عرفتي ولا تتخرج دوك القمامش تتخرج دوك الدفران عرفتي تقمشك في الوجه بحال ضربك عرفتي شي شاقور عرفتي غندوزو لبنت الدجاجه شوف بنت الدجاجه المراه ملي تيتزوج بها الراجل مع داك الشيء تتجي دابا تدخل عليه بالرباح تتولد لي الدراري عرفتي تيخرجوا علماء سبع سنين هاز عرفتي الصلايه غادي تابع بوال الجامع عرفتي راه هذه هي تتكون بنت الدجاجه تتحاول على وليداتها وديرهم تحت جناحها وتدرجهم وتوكلهم وتفرخهم ويكبروا عادك الساعه كلها يدبر على راسه غندوزو عرفتي البنت البغله بنت البغله عرفتي ولا البغله دابا مولاتي علفها 40 عام ويعطيها الماكله ويعطيها الماء ويتهلا فيها وتبن والشمندر والزرع وفي الاخر عرفتي الضرب الجدار تلود نجيبو سيس دوس راه هذه المراه عرفتي اللي تتكون دابا عرفتي تتكري الراجل يكبر بين رجل بين يديها باش تتخلص عليه تتخلص منه غير بالقرص تتولي عرفتي هو مدقوزة عليها في الصغر هي دابا ملي تيكبر تتخلص عليها من القرص وتعطيه التصرفيق سكت حنا ما تتعرفي حتى والو اش بقات لينا بنت البقره بنت البقره دابا عرفتي لا كانت عندك المراه بنت البقره اجا ما يكفاها شو البقره دابا عرفتي الهولنديه تيحط لها مولا عرفتي نادر ديال البال نادر ديال الفاصه الخشلع مطموره ديال الزرعه جالسه وتصرف راه كذلك المراه تاهي لا كانت عندك بنت البقره تزوج بها وتجيب لها اربعه دجاجه تصرطهم في ذاك النهار تجيب لها شواري ديال الخضره وتقول ما بقى والو عرفتي وخارجه تعاود العيالات راجلي البار عرفتي جاب لي كيلو تاع اللحم سرقته وجاب لي جوج كيلو ديال البنان كليتهم راه هي تتكون بنت البقره الهولنديه وخبارتي مشات مع الواد وانا بقيت مع ولاد الاجواد وبقيت مع قناه تي في وشوف تي في شكرا لك الحاج تبارك الله عليك تبارك الله عليك نقدروا نرجعوا للسكينه ها هي ياك هي ديك زوينه بعد زوينه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه سكينة بحكم انك يعني شابة مجازة وعندك ديبلومات ديالك يعني واش غتبقي معتمدة يعني فقط على اليوتيوب ما غتحاوليش تقلبي على شي خدمة اخرى وانك تكملي قرايتك يعني في حاجة اخرى من غير لا اليوتيوب؟ لا ان شاء الله كنقول ان شاء الله نخدم هذا دابا مع كورونا اي سوسيتي مشات عندها تيقولوا لك سمحي لنا حنا لي زومبلويور ولي زومبلويور وخرجناهم وحبسناهم فهمتي كنقول ان شاء الله نقدر ندير شي مشروع ديالي ولا نشوف شي خدمه مع الدوله دابا مع كورونا قلنا نشوفوا يوتيوب ونشوفوا ديبانيو ريوسنا هادشي بعدا كاين الى دخلنا قلوب المغاربه وعجبناهم بغاو يدعمونا راه تبارك الله المغاربه راه معروفين بالجود والكرم وكيشجعوا اي واحد وكيبغيو اي واحد راه اي مغربي كيعتبر الاخر خوه كيعتبر فهمتي وراه في الاسلام حنا يعني بالنسبه للمحتوى ديالك كيفاش شنو هو المحتوى ديالك المحتوى الصراحه عائلي انا ما كنتش كنبان ولكن من بعد غادي نولي نبان ان شاء الله الوالده ديالي كتبقى طيب وجبات مغربيه كتبقى دير اكلات صحيه بزاف اكلات كلشي يعني كتبان انت والعائله ديالك الوالد ديالك الوالدات كتبان درنا اجواء العيد البارح درنا اجواء العيد البارح بينا الحولي كيفاش ذبحناه
الوالد ديالي دار داكشي تقليدي طبيعي، طيبنا الكبده والريه والفلفل كامل على 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 الطين اللي كيسميوه هنايا الفراح، وكنتمنى من الله نعجب المغاربه وندخلهم لقلبهم. سكينة بحكم انك يوتيوبر، كيفاش كيجيك المحتوى يعني المغربي خصوصا في هذه الاواخر هذه؟ الصراحه المحتوى ديال اليوتيوب زوين، غير هذوك شويه اللي مخسرين داك الروتين اليومي، هما راس العوان. هذوك الروتين اليومي باغين يعاونوا راسهم وباغين مساكن، حتى والله راس العوان ما غيكونوا 100% ما لقاوش خدمه، ما لقاوش شي ايد اللي تعاونهم، التجؤوا اليوتيوب باش يعاونوا راسهم، غير هما ما يديروش داك يحتاجوا شي شويه، ما حقاش كاين شي روتينات. راه كنشوفوا مره وريتهم الوالده، الوالده بيدون شعر قالت لي لطيف يا لطيف، حيد عليا داك الروتين اللي كنشوفوه كي بملابس مخله للحياه. المهم واحد شغلوا داك الشيء، لا هما بغينا خليهم يعاونوا راسهم. غير هاد النقطه اللي عندي انا ضد في يوتيوب، اما يوتيوب تبارك الله كاينين شباب تبارك الله كيديروا فلوغات، كيبينوا الطبيعه، كيبينوا مناظر، كيصاوبوا بزاف كنعاود ثاني عيالات تبارك الله تبارك الله. غير هذيك النقطه المحتوى ديال اليوتيوب بوحدو اللي مخسر اليوتيوب، وهذاك الروتين اليومي اللي كيبينوا ملابس مخلي الحياه. اما يوتيوب تبارك الله راه زوين. يعني بغينا نعرفوا سكينة شنو هو الحلم ديالها، يعني ضروري تكون حاطة واحد الهدف خصك توصلي ليه. شنو هو الحلم ديال سكينة؟ الحلم ديالي كأي إنسان، غير يكون عندي واحد الصالير قاري نقدر نوفر به الاحتياجات ديالي. راه أنا عندي 25 عام، وليت كنحشم نقول الوالد ديالي عطيني باش نشري صندالة، ولا عطيني باش نشري صباط، ولا أنني نوفر الاحتياجات ديالي، أنني نقدر ماما كتب لي الحلم ديالي. الحلم ديالي غيضحكوا عليا المغاربه، الحلم ديالي من الصغر انني نشري طوموبيل، ولكن مازال ما تحققتش، مازال حتى ما دوزت بيرمي. قيل هذا الحلم ديالها ان شاء الله. هذاك هو الحلم ديالي من الصغر. بدا دوز بيرمي ديالو تحت الوساده، باقي لحد الان دوزت بيرمي. دوزت بيرمي وبربرت ماشي باش كتحلم من الصغر. بالصغر كنقول امتى تكون عندي طوموبيلتي، ولكن ان شاء الله. طوموبيل ترونسبور هو عرفتي بغيتي طريكور ولا حاجه هاكا، بغيتي ولكن الحلم ديالك كل شيء موجود تما الكارو يجيبو لك. ولكن الحلم ديالك من الصغر كتبغي تحققو حلم بصراحه. ايوا معلاش ما تقوليش ندير الدار، الحلم ديالك هي تديري الدار هي الاساس. شتي انا كنت في الصغر ما تنحلم لا بالطوموبيل لا بشكليط لا موطور، هي دير الدار. عرفتي الدار هي الاساس، بنادم فين يستقر من يقرب من الشمس ومن البرد، وتلا جاتك على الموت بعدا تموت مطلوق، ما باش ما تخمم لا الكري يجي يدق على المراه ولا على الدراري يقلعهم. بعض المرات يجي في 12 ساعه الليل يدرم شي خبيط عرفتي ديال البوليس با، وعرفتي يولي نوضو مخلوعين شنو الحرق، باش دابا تدخل عيطها في القبر تكوني ميت. عرفتي بنادم خاصو يكون لا يدير ديك القضيه، خدم يا صغري الكبري. راه بنادم اللي ما داش في الصغر ديالو ما بين 30 و35 و40 وعاد تقبل القبله ويحلف ويقول عمر زلط لا باقي تفرق معايا. عرفتي وصلت 45 عام تقبل القبله وقول ما عمر زلط يحيد. الله يعاونكم وليداتي، وشكرا لقناه شوف تي في، وتنشكركم ورادو دوزتو معنا العيد. راه بحال جاو عندي انا ولادي من خريف كاع، حنا دابا محتفلين بهم وتنشكرهم بزاف ولي ينجحهم ولي يعاونهم ولي يعطيهم الصحه ولي يعاونهم ولي ينصرهم على دوك الحسات ديالهم ولي يعاونهم. امين. وكنتمنى من المغاربه يدخلوا القناه ديالي يشوفوها باش يشوفوا المحتوى، حتى محتوى عائلي بامتياز. كاينين نيت مجموع ديال الناس كيسولوا على يعني لاشين ديالك، شنو هو السميه اللي دايره؟ سكينه وميمته باللغه العربيه. سكينه وميمته باللغه العربيه، ما كتبهاش انا فرونسي. سكينه وميمتها كتبها باللغه العربيه. يعني كلمه اخيره الناس اللي كيشوفوا فيك ورساله ديالك، يعني تشبات لي بحالك اللي انت هما عندهم يعني مجازات وعندهم دبلومات وفقدوا الامل يعني في الخدمه. صراحه فقدت الامل صراحه. هو شخص تخوف هي سي فري، ولكن شخص تخوف بواحد الصالير اللي كنقول لكم 1800 ولا 1500 راه اللي عتي كانت كطير ليا بقي الله كنتخلص كثر لي في السيمانه الاولى. كنعطي للوالده بشي بركه، كندور مع الوالد، كنخلص الويفي صافي كيطير ما كيبقى عندي حتى شي حاجه.
وراه الجمهور اللي كيشاهدوا فيا الا دخلوا القناه سكينه ومنتها راه غيشوفوا بان داكشي راه محترم، وانا باغي غير نعاون راسي ونعاون والديا كما قلت لكم. ودرت القناه من هانيت باش خرجت من حاله اكتئاب، حيت داكشي اللي دوزوا عليا في اخر خدمه من معيار والضغط وكان كلشي مسدود، اللي كافي البحوره الواحد غير كيبغي يخرج الديفوله واللي يبدل الجو ديالو ما كاينش، كتغوت عليك الشفه في الدار، كتجي كتخشف بلوطو بغيت نقول كتغوت عليك الشفه في الخدمه كتجي للدار، فهمتي؟ دونك النفسيه ديالي دمرات بمعنى الكلمه، راه عام ديال الحكره وعام ديال هذا. والبنات الصراحه نشجعهم انهم يا اما يديروا شي مشروع ديالهم بوحدهم، ولا يديروا قناه بحال هكا يعاونوا راسهم، يكون محتوى انا كنأكد عليها يكون محتوى لائق بالمغاربه، يكون محتوى محترم، و ان شاء الله الله يسهل على كاع المغاربه والله يسهل على كاع البنات بحالي. كنشكر اللي عاوني وكنشكر اي واحد عاوني ولا اي واحد دخل قناتي سكينه وميمته ودعمني، كنشكره بزاف وتنقول ليه الله يخطيك، وراه اي واحد دعمني رانا محتاجه داك الدعم ديالو. شكرا بزاف. شكرا لك سكينه، شكرا على حسن الضيافه ديالكم. شكرا على حسن الضيافه ديالكم، تبارك الله فيكم، تبارك الله عليكم. شكرا شكرا كنشكركم اسيدي على هذا العمل ديالكم ولنجحكم. امين. الله يحفظك.